الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات والمحدثات من النيران، آمين يا رب العالمين. نعود إلى التفسير مع سورة هود، ومع الآية 116 وما بعدها. قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهي كما ذكرنا آيات تتكلم على سنن الله عز وجل في الاجتماع البشري والتاريخ البشري، وهذه خاضعة لكل الأزمان والأمكنة. ولاحظ أنه قال مصلحون ولم يقل صالحون، واضح؟ لذلك فالصلاح بمعنى أن يكون الناس، لأن الله تعالى لا يمكن يعني أمة لا يمكنها ولو كانت ظالمة ولو كانت كافرة كما قال العلماء، إلا إذا كان أهلها ينهون عن المنكر، لأنه جعل الله تعالى من شروط التمكين للأمم وللقرى أن يعني تكون هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عقبة الأمور. ثم بعد ذلك يبين الله تعالى أيضا سنة أخرى أيضا من سننه الاجتماعية والتاريخية عبر القرون، وهي قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يلخص لنا الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى هذا المعاني كلها بقوله رحمه الله، قال: لما كان النعي على الأمم السابقة اللي أهلكها الله عز وجل، اللي مرت بنا في هذه الصورة، نوح وقوم إبراهيم وقوم ثمود وقوم يعني عاد ولوط وشعيب وغيرهم، قال: لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتبعوا الإجرام،
لأن الله تعالى قال فلولا كان من يعني فهل لا كان بمعنى من القرون أولو بقية ناس خيرين صالحين لو يعني كان هذا للتمني نتمنى يعني كنا نتمنى أن يكون في الأمم السابقة مجموعة ممن تنهى عن المنكر لأن ما دام فيه وجود نهي عن المنكر معنى ذلك أن الأمة ما زال فيها خير ولذلك اتبعوا الإجرام كما قال وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنه ليس ظلما من الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأنهم لو كانوا مصلحين لما هلكوا لو كانوا مصلحين وفيهم المصلحين لما هلكوا أو أهلكوا لما كان ذلك كله قد يثير توهم نعم يعني لما ذكر الله تعالى هذا الحال يعني يتوهم الإنسان توهم أن تعاصي الأمم عما أراد الله بهم خروج من عن قبضة القدرة الإلهية يعني شغل كأن هؤلاء الناس أمرهم الله تعالى وخرجوا عن قدرته وهذا يعني مستحيل على الله عز وجل أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم حتى لا يكون هذا التوهم يعني معقول ولا مقبول بأن الله قادر أن يجعل كل الأمم أمة واحدة متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم أن يكونوا فإن ذلك لا يعجزه سبحانه وتعالى نعم لا يعجزه أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة لا يختلفون كما قال الله عز وجل في يعني آيات أخرى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله نعم نعم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فهذا يعني موجود معقول نعم وذكر الله تعالى أيضا آيات أخرى يبين فيها يعني أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا نعم إذن لولا أن يكون الناس كلهم أمة واحدة إذن فقادر الله تعالى أن يفعل ذلك ولكن خلق البشر لهذا الأمر العظيم للاختلاف أن يختلفوا بل وذكر الله تعالى أنه كان قبل ذلك كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلها على الإسلام بين آدم ونوح 10 قرون 1000 سنة كلها على الإسلام فما الذي جعل الناس يختلفون ذكر أيضا عبد الله بن عباس السبب قال فلما تنوسي العلم وش من العلم علم التوحيد لما نسى الناس علم التوحيد في يعني بدايات عهد نوح أو ربما حتى قبل نوح بمدة كما يعني هي قصة فلا تذرون ود آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق كانوا رجالا صالحين قال عبد الله بن عباس كانوا هذا من رجال صالحين في قوم نوح واضح ثم بعد ذلك نعم لما ماتوا عكف الناس على قبورهم يدعون ثم يتبركون بقبورهم ثم مات الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث ما أن جاء الجيل الرابع قالوا ما دام كان أجدادنا جول هذه الأماكن ويدعون ويستجاب لهم إذن إلا أن هؤلاء يعني فعلا يستجيبون الدعاء فعبدوا من دون الله عز وجل قال فلما تنوسي العلم عبدت شفت وذلك يعني شوف يعني معنى لما ينسى العلم الشرعي وما كانش ليذكر به
وخاصة هذه القضايا الكبرى هذه في المساجد ويوم الجمعة والخطب والخطباء، كان الأولان يتكلمون على هذه المسائل وفهموا الناس يعني وش السبب اللي خلاهم يعني فعلا ينزلقون فيقعون في هذه المعاصي الكبرى أو يقعون في الشركيات، يبين للناس هذه الأمور هذه. إذن فهذا هو السبب، فلما نسي العلم عبدت وبالتالي وقع الاختلاف بين الناس. فلما جاءهم الأنبياء بالهداية وبالنور قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون. نعم هكذا يعني، فأصبح الهداية اللي جاء بها الأنبياء واللي هي الأصل في الأمة الواحدة التي كانت من قبل أصبح أمر مبتدع وأمر كما نشوف اليوم، أي واحد يدعو للتوحيد ويدعو إلى يعني فعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينوض فيه الناس أنت جبت لنا دين جديد وما سمعناش بالشيء هذا، وكان أبوياتنا وكانوا جدودنا وكانوا كذا وكانوا كذا ما سمعناش شيء هذا هكذا. فتصبح والعياذ بالله تصبح السنة بدعة والبدعة سنة، هذا هو المشكل، تنقلب الأشياء. نعم نعم هكذا. إذن ولذلك ف يعني هذا هو السبب الذي جعل يعني الله عز وجل يذكر هذا المعنى يعني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني كما كانوا من قبل ما بين آدم ونوح، لو شاء الله تعالى لفعل جعلهم وأرجعهم كما كانوا من قبل ولا يزالون مختلفين. ورغم ذلك يعني ما دام جاءهم العلم وجاءتهم الأنبياء بالعلوم اختلف الناس، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم شقي وسعيد كما ذكر في الآية التي قبلها، منهم من آمن ومنهم كفر ومنهم من كفر وهكذا. قال ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم، الله تعالى خلق الكون لحكمة اقتضت أن يكون نظام عقول البشر قابلا للتطوح بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهداية، هكذا خلق الله تعالى الحكمة، جعل الناس يعني هكذا مختلفين، جماعة يتبعون الهداية وجماعة يتبعون يعني الضلالة، على مبلغ استقامة التفكير والنظر والسلامة من حجب الضلالة، وأن الله تبارك وتعالى لما خلق العقول صالحة لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة والضلال، وهي الفطر الكاملة المشار إليها بقوله كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا على الفطرة، وتقدم الكلام عليه في سورة البقرة. قال لم يدخر إرشادا أو نصحا بواسطة الرسل ودعاة الخير وملقنيه من أتباع الرسل وهم أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض، فمن الناس مهتد وكثير منهم فاسقون. ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلهام متحد، كل العقول فعلا يعني تقبل الحق مهما لا تعدوه، كما خلق إدراك الحيوانات العجم على نظام لا تتخطاه. الحيوانات فعلا يعني هكذا خلقت، الجمال اللي كانت في سيدنا في وقت سيدنا آدم هي جمال تاعنا دوك اللي تعيش معنا، ما كانش جمال تطورت والله على حسب نظرية دارون البقاء للأصلح والأقوى وشي من ذلك. لا نعم، قال الشيخ كما خلق إدراك الحيوانات العجم على نظام لا تتخطاه من أول النشأة إلى انقضاء العالم، فنجد حال البعير والشاتي في زمن آدم عليه السلام كحالهما في زماننا هذا، كيف وكذلك يكون إلى انقراض العالم، تبقى الحيوانات حيوانات. نعم، فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني، لأن ذلك أوفى بإقامة مراد الله تبارك وتعالى من مساعي البشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة المخلوطة
لينتقلوا منها إلى عالم الحياة الأبدية الخالصة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فلو خلق الإنسان كذلك، يعني معناها كلهم على صفة واحدة، لما كان العمل الصالح مقتضي للثواب ثواب النعيم. تصور مثلا يعني لو كان كل العقول تقبل الحق، ما كانش واحد منها يعني يخالف، كيفاش يكون العقاب؟ كيفاش يكون الثواب إذن؟ إذن لكان العمل الصالح مقتضيا ثواب النعيم، ولا كان الفساد مقتضيا عقاب الجحيم. فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف بينهم في الأجور، ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض، وهو أهمهما وأعظهما لتفاوت الناس في مدارج الارتقاء، ويسمو إلى مراتب الزلفى والتقرب إلى الله تعالى. فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء الحياة حتى يعد الواحد بألف. نعم، كما قال تعالى: ليميز الخبيث من الطيب. نعم. ثم قال رحمه الله: ومعنى كونها واحدة أن يكون البشر كلهم متفقين على اتباع دين واحد وهو الحق، كما يدل عليه السياق. فآل المعنى إلى: لو شاء ربك لجعل الناس أهل ملة واحدة فكانوا أمة واحدة من حيث الدين الخالص، كلهم على دين واحد، ما كانش اختلاف بيناتهم. وفهم من شرط لو، يعني في كان في شرط، أن جعلهم أمة واحدة في الدين منتفية، يعني أنا منتفي، يعني أن يكون كل الناس على دين واحد، هذا أمر منتفي لا يوجد، أي منتفي دوامها، مستحيل أن يكون هذا على الوحدة في الدين، وإن كانوا قد وجدوا في أول النشأة، قلنا بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام متفقين، فلم يلبثوا حتى طرأ الاختلاف بين بني آدم عليه السلام، لقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، وقوله: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فعلم أن الناس قد اختلفوا فيما مضى ولم يكونوا أمة واحدة. ثم لا يدري هل يؤول أمرهم إلى الاتفاق في الدين، فأعقب ذلك بأن الاختلاف دائم بينهم، لأنه من مقتضى ما جبلت عليه العقول، هكذا خلق الله تعالى العقول أن تختلف. وإذا كان نجد يعني فعل الاختلاف هذا أمر فطري طبيعي قانون من قوانين الكون، تلقى في الدار الواحدة، تلقى في الدار يعني الأب يختلف مع الأم، والأخ يختلف مع الأخت، والأخ يختلف مع الأخت، والأخ الكبير يختلف مع الصغير، وهكذا. نعم، وهكذا يعني على مستوى الحي، وعلى مستوى يعني فعلا المدينة، وعلى مستوى الأمة، وعلى مستوى يعني الشعوب والقبائل، اختلاف، لكن اختلاف كما يعني يقسموا علماؤنا، اختلاف محمود واختلاف مذموم. كان اختلاف محمود مقبول، لا بأس بذلك، يكون نقبله عادي تماما، تكامل. نعم، بينما الاختلاف المذموم هو الذي يؤدي إلى التحاسد والتباغض، ويؤدي إلى البغي والطغيان والعراك والشجار والسب والشتم واللعن والتكفير والتبديع والتضليل، هذا هو المشكل، هذا هو الذي فعلا يعني يعتبر اختلافا مذموما. بينما أن يختلف الناس مع بعض عادي تماما، اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني دربهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجتهدوا، والاجتهاد قد يؤدي إلى اختلاف الآراء، كما ذكرنا دائما يعني في قصة يعني بني قريظة، لما يعني فعلا يعني انتهت غزوة الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يلا اي نعم. فخرج الصحابة من المدينة، كان جماعة قال لك يعني أراد أن يسرعنا،
صلوا في المدينة العصر انطلقوا، وكان جماعة فهموا فهم قال لك نمشوا وين وصلنا نصلوا، عرفنا دخل الوقت والله قريب قبل ما يخرج الوقت نصلوا، فصلوا في وسط الطريق. وكان جماعة فهموا على الظاهر لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، فصلوا في بني قريظة وذن عليهم المغرب. هل سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنف بعضا منهم؟ أبدا أسمعناش، ولا ذكر الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم عنفهم، ولا يعني فخطأ البعض منهم، ولا صوب البعض منهم، ما كانش خلاص، بل ترك الأمر فعلا يعني كذا للشهادة. قال علماء هذا تدريب منه صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يشاهدوا، وفعلا الصحابة يعني كل هذه الآراء كانت موجودة، ولم نسمع أنه اختلفوا بعد والله داروا فيها عركة ونحن أصحاح وانتم الغلطين وحنا أبدا. هكذا يجب أن يكون. نعم. إذن فالمشكل في المسلمين اللي عاد يعني من أي مسألة، أي مسألة في الدين غير تخالفني برك خلاص ما عادش نشوف فيك بعد، ما تسلم علي ما تسلم عليك، وماذا بيا ما يتلاقى وجهي مع وجهه، إيه ما شاء الله بسيطة في الدين، خذ بأي رأي، خذ بالرأي هذا اللي قالوا مالك، ولا قالوا واحد من تلاميذ مالك، ولا قالوا الإمام أحمد، ولا قالوا أي واحد، وانتهى الأمر. نعم، حتى وصلنا اليوم يعني البعض يقول لك كون نعرف الإمام يمسح على الجوارب ولا ما نصلي من وراء. يا أخي ورد لا 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 الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الجوارب وعن المسح على الخفين والمسح على يعني السخائن والمسح على العصائب، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. روح أقرأ يا أخي السنة، هاي كتب الحديث قدامك، أقرأ. ليش تعصب هذا لرأي واحد؟ هذه المشكلة، لازم كل تكون تصبوا في قلب واحد كما كانش. لا لا سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول من أعلمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه، يعني ليلة المعراج ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيانا كفاحا هكذا مباشرة أبدا، واللي يقول هذا رأى أعظم الكذبة، كذبة كبيرة كذبها على النبي صلى الله عليه وسلم. بينما عبد الله بن عباس كان يقول رأى ربه، عبد الله بن مسعود كان يقول رأى ربه، جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأى ربه عيانا. هاي كاش ما سمعنا عركة ناضت ما بين عائشة وما بين جماعة، هذا ما سمعنا إيش أصلا. مشكل 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 في المسلمين، وهكذا وغيرها وغيرها وغيرها. بل يعني فعلا أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور لما أمر الإمام مالك بأن يجمع الموطأ أو يأخذ الموطأ ويجعله يعني فعلا يحمل عليه أمة الإسلام كلها، قالوا نحطوه في الكعبة، نعلقوه هذا الموطأ في الكعبة ونحمل جميع المسلمين على أن يعملوا بما في الموطأ. فقالوا الإمام شوف فهم، قالوا يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأمصار، اللي راح للعراق راح للعراق، واللي راح لأفغانستان راح لأفغانستان، واللي راح للهند راح للهند، واللي راح لإيران راح لإيران، خراسان بكري يسموها، واللي راح لمصر راح لمصر، واللي جاء ليبيا جاء ليبيا. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأمصار، ولكل علم، كان علم، كان أحاديث يعني ما روهاش يعني الصحابة اللي بقوا في المدينة، روها الصحابة اللي راحوا للشام وسمعوها أهل الشام من 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 يعني من الصحابة، بينما ما سمعوها الصحابة اللي كانوا في المدينة، وأيضا الصحابة اللي راحوا للعراق كما عبد الله بن مسعود روى أحاديث لم يسمعها يعني أهل المدينة. وذلك يقول العلماء يقولوا أن كل علم الإمام مالك راجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغلبه، وذلك لما تقل الموطأ عمر والله ابنه عبد الله دائما، وكل العلوم التي أخذها الإمام أبو حنيفة راجعة إلى عبد الله بن مسعود، يعني هو اللي راح الكوفة ونشر العلم. وعلى هكا يختلف
الإمام أبو حنيفة مع مالك في بعض المسائل، هذاك عنده أحاديث رواها الإمام عبد الله بن مسعود وذكرها عمر بن الخطاب. وكل العلوم التي أخذها الإمام الشافعي مأخوذة عن عبد الله بن عباس، لأنه عاش في مكة، والإمام عبد الله والإمام الشافعي عاش في مكة، وعبد الله بن عباس عاش في مكة وفي الطائف، وقبره إلى اليوم في الطائف، وهكذا. نعم. إذن وبالتالي فالأمر في سعة. رحم الله الإمام مالك لما جاءه أحد تلاميذه وهو الإمام المروزي، قالوا يا إمام لقد ألفت كتابا في اختلاف الفقهاء، راني كتبت كتاب في اختلاف الفقهاء. قالوا لماذا يعني اختلاف الفقهاء؟ فهلا سميته كتاب السعة؟ لا إله إلا الله، الفهمة تاع العلماء، الله يرضى عليهم إن شاء الله. أمين. نعم الله يرحمه. هلا سميته كتاب السعة؟ علاش الاختلاف؟ سعة سعة سعة. ولذلك تجد الإمام يا أحمد له في المسألة الواحدة أكثر من 10 أقوال في المسألة الواحدة، مرة يقول كذا، مرة يقول كذا، مرة يقول كذا، بناء على الأدلة التي تصله. هكذا يجب أن يكون. نعم. فجميل يعني أن يكون الاختلاف بيننا وأن نقبل يعني فعلا هذا وهذا وهذا، لكن قال العلماء الشيء الذي لا يقبل وهو الاختلاف في أصول الدين. أصول الدين في اللعب في مسائل العقائد الكبرى، كما ذكر الشيخ هنا يعني قال رحم الله الشيخ بن عاشور، اسمعوا الكلام العظيم جدا هذا اللي قاله، قال وفهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحذر منه هو الاختلاف في أصول الدين الذي يترتب عليه اعتبار المخالف خارجا عن الدين، اللي معناه اللي يأخذ واحد يخالفنا في رأي كبير في الدين يعتبر خارج من الدين، وإن كان يزعم أنه من متبعيه متبع الدين. فإذا طرأ هذا الاختلاف على الأمة، يعني وجد الاختلاف في الدين على الأمة، وجب على الأمة قسمه، لازم الأمة تحارب ما تخليش. نعم. وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكل وسيلة من وسائل الحق والعدل والإرشاد والمجادلة الحسنى والمناظرة، جيبوا العلماء وناظروهم، جيبوا الأئمة والحكام، جيبوا يعني اللي يقول بالرأي هذا والرأي هذا، ويناظروا حتى وين يفهم بالدليل، مش بالقوة والسيف، لا بالدليل والبرهان، ويعني معناه بقوة العقل هكذا. فإن لم ينجح أو إن لم ينجع ذلك، ما جابتش يعني هذه المناظرة وهذا اللي يعني المجادلة والإرشاد والعدل والحكم، لم ينجع فبالقتال، نروح للدرجة اللي بعدها القتال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزكاة. أمر واحد يجي يقول لك كما قال تلك القبائل، ما لنا ولي أبي بكر، وإيش دخل أبي بكر في الزكاة؟ كنا نعطيها لمحمد لأنه كان يصلي علينا، لأن الله تعالى قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إيه؟ وإيش دخل أبا بكر الآن؟ فقال سيدنا أبا بكر والله لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الله تعالى كل ما ذكر الصلاة له ذكر معها في 28 مرة في القرآن الكريم، دائما الصلاة أقيموا الصلاة وأدوا الزكاة، دائما يمشي مع بعضها. وكما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الحرورية، الحرورية الخوارج، الحرورية هي منطقة في العراق تسمى حارورة، منطقة في العراق تسموها حارورة، وانتمى إليها الخوارج، هم اللي يعني كانوا يتجمعوا فيها في زمن الإمام علي، فسموا بالحرورية هم الخوارج الذين كفروا المسلمين، الذين كفروا المسلمين. وهذا يعني كما يذكر واحد من التابعين قال يعني فعلا دخل عبد الله بن مسعود، مازال حي الصحابي الجليل، عالم وفقيه الصحابة، مازال حي، دخل على مرة الجامعة في البصرة ولا في الكوفة، لقى جماعة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله 100 مرة، قولوا كذا وكذا 1000 مرة، قال لهم عدوا سيئاتكم،
عدوا سيئات كما جيت عدوا يعني الحسنات. نعم قالوا مازال يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مازال يعني مازال رطب، مازال يعني الاواني نتاعو قش ولبسته مازالت يعني موجوده ما راحتش. بديت بعد تزيدوا جوه حوايج في الدين، تزيدوا في حوايج في الدين. وكانوا يعني قال الناس عاكفين على القران وعلى كذا. يقول الراوي راوي القصه هذه يقول فهؤلاء هم الذين رايتهم يحاربوننا في يوم يعني النهروين، هم اللي حاربوا فينا. هذا مجمع بعد نتاع قولوا سبحوا 100 مره قولوا سبحان الله العظيم. تطرف ساعات يجي من الناس المتشددين في الدين، هذا يجي التطرف منهم. فكانوا يحاربون الصحابه رضي الله عنهم اللي كانوا مع سيدنا علي رضي الله عنه،